عنك يا حاجة الشربات الكوباية دي بس. اتفضلوا الشربات. ايه ده حلوة قوي الكوبايات دي يا اختي. عاجبينك؟ قوي. ستة جوه في المطبية ما يغلوش عليكي ابدا. السلام عليكم. السلام. ماما بتقول لكم ازيكم يا عالم يا معفنة، وهاتوا الكوبايات الحلوه بتاعتنا وخدوا الكوبايات بقى المعفنه دي اشربوا فيها. يلا يا حبيبي دلوقتي، يلا يا حبيبي، اصل هم عندهم ضيوف فجايين يستلفوا الكوبايات بتاعتنا. يا عم ضيوف ايه، دي كوباياتنا احنا مش كوبايات. يلا هات من هنا. يلا مش يلا يا عم، عايزين كوبايات. يلا هات من هنا. انت ايه اللي جابك يالا؟ انت مش عريس جديد؟ ايه اللي جابك؟ لا اتكل على الله. جاي ترخم علينا؟ ايه اللي جابك؟ الله جاز اللي كان السبب. مين؟ ما نقدرش نقول بقى ده فيها. يلا خد كوباياتك دي واتكل على الله. يلا معاك كوباياتك. يلا يلا مش عايزين كوباياتك. يلا يلا اخرج بره يا كلب، بنتنا اشرف وبنتنا. يعني للادب في لبس يا حاج في الموضوع، مش عايزك تقلق من حاجه، والجواز هتتم وهنعلي الجواب. امال فين عروستنا الحلوه؟ القمر جوه بيجهز بس الكوافير اتاخر عليها. هو اول ما يجي الكوافير هيخلص. لا الكوافير جه خلاص. يا اسطى ايه الاخره؟ لا هنطلع سمعه وحشه بقى، احنا جايين من مجر، احنا مش جايين من مصر. المجر هو حضرتك مين؟ انا الكوافير محمد الصغير. انا محمد الوسطاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دارسين كوافرهره في المجر. كوافرهره؟ ايوه. اهلا وسهلا. منور لنا ابحاث متطوره، نقدر نزليط دماغ العروسه ونطلع منها الابداع كله.